هنعمل بقى المسقعة. البتنجان ده البتنجان الصعيدي اوانه. في بتنجان تاني انا جايبه لكم ده وده عشان تعرفوا الفرق. ده دلوقتي ما يتاكلش، المكبب ده هتلاقيه تقيل لما تيجي تمسكي البتنجانيه، هتلاقيها تقيله على كف ايدك كده وجامده. بصوا جامده، ايديك ما تمشيش فيها ما تعلمش، وتشرب زيت وتبقى مرره ومبزره حبتين. لكن البتنجان الطويل ده اوانه، كل ما يبقى موجود جيبيه احسن. ده ما ياخدش زيت كتير. وبصوا ايديك اتعلم اهي، سفنج زي الفل، قلبه مش محجر، وايديك اتعلم فيه كده، وبيبقى خفيف وما ياخدش زيت. سواء بقى قطعتيه عكس الياف او غيره بيبقى زي الفل. ده موجود وده موجود، بس ده ما تجيبهوش دلوقتي. بصي حجر تلاقيه في السوق، حجر ده اخر اوانه، اللي طالع ده هو اللي حلو. بتنجانات طويلة دي قبل ما نقطع البتنجان، اول حاجه هنعمل بقى المسقعه عليها ترتيب في القلي. هنقلي الاول البطاطس، وبعد كده الكوسه، وبعد كده البتنجان، الفلفل في الاخر. الفلفل هنخليه في الاخر عشان بيطلع البذر بتاعه كده، ما يسودش الزيت وتضطري تغيري الزيت كل شويه. ما تقشريش البتنجان، هو حلاوته في قشرته، يعني قشرته مش وحشه. وما تحطلوش ملح وتركنيه يصفي كده ويسود وينزل كل الحديد بتاعه في الملح والميه زي الفل، ولا بيحتاج اي حاجه، ابيض زي القشطه. ليه ابيض كده وحلو، تاخدي فايدته ويبقى زي الفل. في ناس يقولوا يا غاليه حطي، يعني قطعيه زي كده وحطيه في مصفى ورش عليه ملح وحطيه في الشمس ينزل ميته، بعد شويه بتلاقيه سود ونزل كل الميه اللي فيها الحديد والفايده بتاعته. وبتعتبر ان انت ما بتاكليش حاجه بيفقد كتير قوي، الملح بينزل منه حاجات كتير. لما تكون بتنجانيه حلوه كده وبيضه ومش مبزره وزي الفل، اعمليها من غير ما ولا تحطي ملح ولا حاجه، وده مش هيشرب زيت. في معلومة حلوة قوي برضو، لو شرب زيت منك حطيه في مصفى وتعالي كده على الحنفية وسيبي عليه شوية مية دافيين، المية هتاخد الزيت وتنزل، وسيبيه يتصفى مش هيشرب زيت أبدا وهيبقى زي الفل. أو طلعيه على ورق مناديل يكون نضيف، مش ورق جرانين، ورق مناديل، هيبقى زي الفل.